رجعنا معاكم مشاهدينا الكرام في برنامج شباب قول وفعل، ومعانا ضيفنا منورنا في الاستديو رحاله الكويتي عبد المحسن البغلي. حياك الله معانا في برنامج شباب قول وفعل. يا هلا، حييك الله يسلمك. كنت اقول حق عبد المحسن ان انت فعلا نموذج من الشباب المتفائل، لو ما كنت متفائل ما حققت هذا الانجاز. الحين راح نتعرف معاكم عن انجاز عبد المحسن. اول شيء خلينا نتكلم عن هوايتك او الموهبه اللي عندك، شلون قدرت فيها يعني تروح تسبر اغوار رحله طويله؟ طبعا خلينا نقول الهوايه هذه جاتني، خلينا نقول جاتني بوقت متاخر، اللي هي هوايه الدراجات هواية الناريه، ركوب الدراجات الناريه. نعم. ما بديت فيها الا تقريبا بال 2009. وطبعا لاني بديت فيها تقريبا خلينا نقول في وقت يعني نوعا ما متاخر، حاولت اني انا اتعلم واخذ منها قد ما اقدر بخطوات سريعه. ومشيت فيها يعني من 2009 لما بديت فيها شوي شوي، لقيت نفسي انه والله فعلا هذه الهوايه او اللي هو يعني تناسبني، تناسب حياتي، وحسيت انها فعلا مفيده. وبديت فيها، بديت بدايات بسيطه خلينا نقول داخل الكويت، بعدين رحلات صغيره في الخليج، وبعدين انتقلت الى الرحله مالتي اللي هي الطويله اللي وصلت فيها الى ابعد نقطه على اليابسة أقدر أوصل لها اللي هي إيرلندا. ممتاز، يعني الحين هذا شيء يشد. بس أول شيء بعرف منك شغلة، أنت انضميت حق جروب ولا هذا كان إنجاز شخصي؟ في البداية كنت مع مجموعة من الشباب، بس الرحلة الأخيرة هذه لا، الرحلة هذه كانت رحلة خاصة بعبد المحسن، مسجلة رحلة فردية، لأن هي كان لها هدف معين. وعشان أوصل حق الهدف كانت لازم تكون رحله فرديه. وايد اشخاص يعتقدون انه لازم هو لفتره طويله و20 سنه و30 سنه بالمجال عشان يحقق انجاز في هذا العمل. لا، بالفعل انت اذا تحب شيء ومؤمن فيه ومتفائل بالدرجه الاولى تقدر توصل حق اعظم قمه في انجازك، حتى لو كنت في بداياتك في هذه الموهبه او في هذا المجال او في هذه الهوايه. خلينا نتكلم عن هذه الرحله، نبلش شلون طلعت هذه الرحله، جتك الفكره، شلون بلشت الى ان وصلت الى ابعد نقطه يابسه في الغرب وهي ايرلندا؟ مثل ما قلت لك، انا لما بديت في ممارسه الهوايه هذه، صراحه اقول قبل لا ابدي، انا كانت عندي يعني انا كنت استبعد صراحه في يوم من الايام اني انا راح اركب سيكل. يمكن كانت عندي نفس الفكره اللي موجوده عند كثير من خلينا نقول الافراد المجتمع، ان قائد الدراجه الناريه خلينا نقول راعي السيكل مو ملتزم وايد بالعادات والتقاليد ومؤذي، ونفس اللي هو الفكره اللي كانت موجوده في درب الزلق، شلون حسين عبد الرضا يدوس على الثلج مال ابو صالح ويعفس الشارع. وفعلا كانت عندي هذه الفكره، بس لما بديت ادخل عالم الدراجات الناريه لقيت انه هو شيء جدا مختلف. لقيت ان هي هوايه جدا ممتازه، هوايه حلوه صراحة. أول شيء عرفتني على ناس عندهم ثقافات جدا عالية. فلما بديت قلت خلنا أبدي. فطبعا البداية صراحة لما بديت في العالم كنت مجرد أنه والله بشتري سيكل بتمشى فيه بالديرة. بعدين شفت أنه لا والله، أن السياكل هذه هي وسيلة مواصلات، الناس قاعدين يسافرون فيها ويتنقلون فيها. فبديت خلنا نقول بداية الرحلات اللي هو في الخليج. بعدين لما وصلت حق خلينا نقول بداية 2013 قلت ان انا بغيت اوصل حق سؤال او جواب على سؤال عندي. السؤال هذا انا ايش كثر اقدر عندي، شنو الامكانيات اللي عندي، كون ان احنا الكويتيين والخليجيين ناس مترفين ودائما عندنا ناس يساعدوننا ويشيلوا لنا. فالحين انا ابي صراحه اكسر هالكلمه هذه، هذا كان واحد من الاهداف. الهدف الثاني انه ابي فعلا اوصل صوره مشرفه حق المواطن الكويتي، انه هو ممكن انه ينجز. صحيح. وانجازاته تكون انجازات شخصيه وما عنده اي احد يساعده، مجرد هو والله سبحانه وتعالى. صحيح. فلما بديت فكرت في الرحله هذه قلت خلاص انا ابي، انا طبعا عندي عيالي يدرسون في ايرلندا، فقلت خلاص خلنا اروح لهم الدراجه الناريه. صراحة أقولك ما كان عندي خط سير واضح، مجرد أن أنا أبي أروح إيرلندا. عبد المحسن، إحنا راح نروح معك ومع المشاهدين نشوف هذا التقرير، تقرير عن رحلة عبد المحسن البغلي، راح نروح نشوفه أكيد وراجعين نكمل الحوار ونعلق عليه.
شفنا معاكم بالتقرير 17 دولة خريطة مر فيها عبد المحسن البغلي في هذه الرحلة. شنو يعني 17 دولة وأمر فيها يعني بدراجة نارية كهاي الدراجة بعد معانا؟ أنا وايد مستانسة اليوم نفس الألوان تقريبا. أبي أتكلم عن هذه الرحلة الحلوة. توقع نقول تحت الهواء أنه مريت بأكثر من ثقافة، أكثر من حالة طقس، أكثر من على قولتك لغة. يعني هذه مصاعب والرحلة استغرقت فترة طويلة. إيش كثر خذت هذه الرحلة؟ وكلمنا عن ظروف رحلتك لأيرلندا. أنوار، أول شيء مثل ما قلت لك، كل ما أتحلطم كل تحلطمة عبارة عن مطبة قدامي، فأنا إذا بشيل المطبات ما أتحلطم. صح، عدل؟ أوصل لما ما أتحلطم يعني أوصل. كل ما أتحلطم المطبة زادت وارتفعت ارتفعت. صح، صراحة قاعد أقول لك يعني أكون صريح معاك، أنا ما فكرت لما طلعت من البيت. وفعلا انا يمكن اللي يميز رحلتي عن كل رحلات الشباب او الدراجين في المنطقه انهم دائما يشحنون. شنو يعني؟ لا دائما يشحن سيكل ماله اذا بيسافرون. يقول لك انا شليب هالعباله اشحن السيكل احطه بكونتينر بطياره يوصل اوروبا واخذه باوروبا استعمله وبعدين ارد اشحنه مره ثانيه. انا قلت له انا ابي الطريق الطويل. وقلت ما فكرت صراحة كم لغة راح تواجهني، كم ثقافة، يعني ما حطيت ببالك العوائق كثر ما توقعت، يعني كثر ما كنت متفائل انك راح توصل وراح تحقق هذا الانجاز. وايد حلو اليوم مثل ما كان موضوعنا عن التفاؤل، حلو ان نعرف ان صدق وايد اليوم انت حلطم. يمكن في مجتمع باكمله يعلم ما هي المشاكل، ولكن انت كفرد شلون تشتغل على نفسك؟ شلون تحط حق نفسك دافع؟ كنت قاعد اسالك عن الاعطال، يعني رحله طويله مثل هذه تمر فيها باكثر من دوله وما كل وحده طريقها ما يندرى شلون، في طرق وعره، في طرق غير مهيئه اصلا ان الشخص يصير عليها بدراجه ناريه. خلينا نتكلم عن الاعطال، هل صار معك اعطال في هذه الرحله؟ مثل ما قلت لك، دائما تفائلوا بالخير تجدوه. ما دام ان انا متفائل ان سيكلي زين وانا راح اوصل وجهتي، الحمد لله ما صار عندي اي شيء، مجرد قاعد اصب بنزين وامشي. طبعا فيما عدا اللي هو خلينا نقول الصيانه الدوريه اللي هو كل فتره، وانا عندي خبره في الصيانه وكانت العده مالتي موجوده، فكنت انا بروحي اسويها. بالنسبه حق الطرق، فعلا مريت في طرق، يعني مريت في طرق جدا وعره، ومع ذلك الحمد لله تساهيل من الله سبحانه وتعالى. نرجع حق الرحله ونرجع حق الدول. مريت قلت ب 17 دوله. صح. خلينا نتعرف شنو هم الدول وشنو ابرز المحطات والمواقف اللي واجهتك فيها. يعني ال 17 دوله هي عبارة عن 17 محطة، أو أنا صراحة يمكن حتى لو تلاقين في التقرير أن أنا يعني خلال رحلتي هذه في 60 يوم نمت في 50 سرير. ما شاء الله، حاطة إحصائية بعد. مسويها فعلا. كل مكان نمت فيه عبارة عن صراحة قصة، يعني لو بقعد أكلمك فيها هذا يبيلها أيام وأيام. مخرجنا قاعد يورينا الحين خريطة اللي مريت فيها وقاعد تنحط أسماء الدول. نبي نعرف مثلا عندك في محطات، خلينا ننسى الدول اللي كانت مرور الكرام، وين المحطات اللي كانت أبرزها يعني أو حطت تأثير فيك عبد المحسن من هذيل الدول؟ انا ما كل دوله، يعني انا اللي يعني الرحله مالتي وحطيت حق نفسي بعض القوانين ان انا ما امشي، طبعا انا ما امشي بالليل، وبعدين انا احب ابي استمتع في الرحله مالتي. يعني هو ال 20,000 كيلومتر انا ممكن اقطعها يعني خلال يومين ثلاثة ايام ممكن اقطعها اذا بمشي ليل نهار، بس انا خذيتها في 60 يوم عشان ابي استمتع. فانا كنت امشي الفتره اللي هي خلينا نقول من الساعه من 8 الى 1 الظهر بس، باجي الوقت ابدي استمتع واشوف واكتشف المكان اللي انا فيه. كل دوله من الدول وقفت فيها، بالعكس انا يمكن اكو دول قعدت فيها اكثر من يوم ومريت في اكثر من مدينه واكثر من قريه في الدول هذه. كل دوله من هالدول لها يعني صراحه في عندي لها ذكريات. يعني ما اقدر اقول لك والله في دوله، لا كلهم بدايه من ايران، تركيا، بعدين اليونان، ايطاليا، سويسرا، فرنسا، ايرلندا الشماليه،
جزيرة صغيرة اللي اسمها آيل أوف مان، يعني يمكن هذه الجزيرة أنا شخصيا ما كنت أعرف عنها وما عرفتها إلا في هالرحلة. وأنا أدري إن في وايد صراحة بالكويت وخلينا نقول بالمنطقة عندهم ما يعرفون شنو اسمها، ما يعرفون عن هالجزيرة هذه. بس الجزيرة هذه وايد مهمة ولها تاريخ حق في عالم الدراجات. ينظمون سباق للدراجات النارية، أول سباق صار في الجزيرة هذه في 1907. يعني من ذاك الوقت، من قبل الله أنا أنولد وحتى أبو ولد. الحلو بعد عبد المحسن، يعني في مثل هذه الأشياء إحنا اليوم لما نجيب شباب، في شباب قالوا فعل ونتكلم عن مثل هذه الإنجازات، مثل ما قلت في ثقافة عندنا ممكن مرات تقول أن هذا الشخص ممكن يكون مستهتر اللي يركب دراجة نارية أو اللي يسافر فيها، ممكن يعتقد أنه هو واحد فاضي ما عنده وقت. للأسف نعم في مثل هذه الأفكار، ولكن إحنا شكثر قاعد نشوف المردود والفايدة من هذا الموضوع. أولا تعدلت الثقافة حول الشخص اللي يركب دراجة نارية وعنده الهواية، تعدلت الثقافة شلون أنا يكون عندي معلومات، شلون أنا أقدر أتبع القوانين، شلون صار الشخص يهذب سلوكه في ركوب الدراجة النارية واستخدامها كوسيلة مواصلات. أيضا الحلو في مثل هذه الرحلات اللي يسوونها الشباب، ومنها الرحلة الجميلة جدا لعبد المحسن البغلي. اليوم قاعد نتكلم عن أمور عادت علينا بمردود ثقافي ممتاز، مثل الثقافة التاريخية. كل شخص اليوم يمر في منطقة لابد أنه قاعد يعرف معلومة جديدة، هذا كله ينصب في تاريخه أو ينصب في ثقافته. قاعد نشوف الدراجة النارية معانا الحين، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما بي اطالعها وايد، وايد عاجبني لونها. خلينا نتكلم شنو نوعها، يعني لابد ان نوع وجوده الدراجه الناريه يعود ايضا بالفائده على الشخص. يعني انت ممكن هم نوع الدراجه يساعدك انه ما يصير في اعطال، ويساعدك انك انت تكمل رحلتك بامان. هو صراحه الدراجه الناريه لان هي يعني خلينا نقول هي عباره عن شيء بسيط، فأنا ما أبي أتكلم عن موديل أو ماركة معينة، لأن يعني أي دراجة، يعني حتى اللي هي الدراجات الصغار هذيلا خلينا نقول حتى من توصيل الطلبات البيتزا أنا ممكن أسافر فيها، ما راح يعوقني، أنا ممكن تعطيني ممكن أخذها وأسافر فيها. بالعكس أنت لما تروحين بعض الدول خلينا نقول اللي هي يعني المستوى الدخل فيها قد يكون نوعا ما أقل من عندنا، راح تشوفين في المناطق الجبلية قاعدين يستعملون دراجات نفس الدراجات اللي احنا قاعدين نشوفها مال توصيل الطلبات، اللي هي الماكينة المقرقمة هذه الصغيرة. ولكن أنا أعتقد من وجهة نظري يمكن أن شخص يسافر كل هالمسافة لابد أن يكون في كواليتي أكبر حق الدراجة، مو نفس هذا. عاد في تفاؤل، بس في تفاؤل وايد عالي. خلينا نتكلم عن الإمكانيات اللي كانت متاحة بالنسبة لك في هذه الرحلة. يعني الشخص اللي يبي يطلع رحلة لابد أنه محضر تحضيرات كبيرة وطويلة عريضة، هل كانت هذه أجواء تحضيراتك للرحلة؟ لا. شنو كانت تحضيراتك؟ يعني انا صراحه عندي اعتقاد ان اذا واحد جهز اكثر من لازم ما راح يستانس. انا عندي فكره او عندي يعني صراحه يعني اعتقاد ان السفر في اكو مصطلح خلينا نقول الانجليزي يستخدمونه اللي هو get lost. لا تحضر، اوكي ما يخالف، طبعا لازم يكون في نوع من التجهيزات البسيطه. اوكي لازم يكون عندي ميزانيه، ويكون عندي طبعا خلينا نقول اوراقي، الجواز، عندي الفيز، وخصوصا اني انا الدول اللي مريت فيها يعني اوروبا كلها شنغن، يمكن كنت بس محتاج حق فيزا من ايران، فيما عداها وطبعا ايرلندا وانجلترا، فيما عدا يعني اوروبا كلها شنغن، فما كان في وايد صراحه تحضيرات. يعني انا يدوب كان كل تجهيزي خلال يعني 20 يوم او يمكن يعني يمكن شهر، وبعدها سافرت. وايد حلو شيء الواحد ياخذ الامور ببساطه، فعلا مرات لما يكون تخطيطك زائد عن الحد يؤدي الى انقلاب هذا الشيء على بضرر وليس بفائده. معنا اصور قاعد نشوفها على الهواء. عبد المحسن كلمنا عنها، هذه اشياء من رحلتك، يعني مقتطفات من الرحله وصور من الرحله، كلمنا عنها. هني هذه الصور، هذه هني حدود التركيه الايرانيه. نعم. هذه هني انا عبرتها، وصراحه هني اول في اول مدينه اللي هي مدينه فان في تركيا. هني مو مركز انا ليش لابس هذا حمام تركي. جميل، يعني فعلا الشخص لما يتعايش مع ثقافه بلد او يجرب حتى شنو عاداتهم وتقاليدهم. صح.
وايد حلو. يعني انا صراحه تركيا انا صح احبها، احب الاكل التركي، احب الشاي التركي. هني هم في هني هذا في في نهايه في حوالين بحيره اروميه في شمال ايران. وبعدين هيك قاعد تشوفين تبدي الفيلم قاعد يوريك خريطه خط سير الرحله. هذه مدينه في نص تركيا. طبعا انا يمكن تركيا قطعت اكثر الصور مصور. وين المحطه اللي قعدت فيها اكثر شيء في خلال رحلتك؟ اكثر مكان قعدت فيه؟ ما في، كلهم تقريبا يعني انا نفس الفتره يعني انا عاده اقعد ليله ليلتين بعدين وبعدين اطلع من المكان. خلينا نتكلم عن اختلاف المجتمعات والثقافات واللغات، تعاملك مع الناس واللغات. يعني قبل شوي كنت استغرب اقول ما شاء الله كل هالدول وكل وحده، يعني بالدوله الواحده مرات تلاقي اكثر من لغه، اكثر من لهجه حتى. صح. طريقه تتكلم فيها غير عن الثانيه، شلون قدرت تتفاهم مع كل هالناس؟ لغه الاشاره. يعني شوفي انت من اطلع من الكويت لين اوصل ايرلندا، يعني اوكي من ايرلندا وانجلترا بلجيكا المانيا اقدر احصل ناس يتكلمون انجليزي، فيما عداها ما حيتكلم انجليزي. يعني مثلا ابي اروح هوتل شلون اشر؟ هو الـ 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 يعني انا خلينا نقول انت دائما خلي المتطلبات مالتك تكون بسيطه. صح. يعني انا ابي اكل، ابي اشرب، بصب بنزين وبنام. فلا تحاول انك تطلب اشياء وايد بعد تحتاج اي، يعني الموضوع وايد لغه سهل. محترفه اخرى وايد سهله. وايد حلو ان اليوم شخص متفائل وشخص بسيط وعفوي يكون موجود ويسجل اسم الكويت في مثل هذا الانجاز الحلو في مثل هذه الرحله. وايد بعد الاحلى ان تشوف ايش كثر انت قادر تخترق حواجز بلدان، حواجز ثقافات. الشخص اليوم لا يحط قدامه عائق. صح. في ناس حتى ما يقرون كتاب بلغه اخرى لانه خايفين انه ما يفهمون. اليوم جرب كل شيء، كل شيء تقدر تسوي خصوصا مع التكنولوجيا اليوم. يمكن حتى الشخص اللي بيسافر مثل هالسفره لو معاه انترنت وموبايل يقدر يوصل حق كل شيء. صح. ما يحاتي شيء. خلينا نتكلم عن يعني هذه الرحله، شنو الثقافات اللي اختلطت عليك بغض النظر عن اللغات؟ يعني صراحة فعلا أنا وايد استمتعت في الرحلة هذه. يعني الرحلة هذه يمكن أكثر رحلة في حياتي استمتعت فيها، لأن يعني لما ندش خلينا نقول أي دولة مثل ما تفضلتي يعني إيران، لما نكون بالجنوب كل ما أتغير كل ما أمشي 100-200 كيلو اللهجة راح تتغير، الثقافة راح تتغير، الأكل راح يتغير. راح أبدي حتى بعدين من واحد يصعد شوية شمال اللغات راح تتغير. نفس الشيء لما أبدي الجو راح يتغير. الجو راح يتغير يعني اسم الله عليك ما مرضت بهالفترة؟ يعني صدق تقلب الجو. احنا دائما نحاتي قبل لا نسافر، في ناس ينصحوننا قبل أسبوع من السفرة خذ فيتامين سي علشان الوقاية. يعني بهالفترة حتى الإنسان يحاتي صحته، 60 يوم وتتنقل كل يومين حق جو. مثل ما قلت لك لا تفكرين فيهم، لا تفكرين في هالأشياء والأمور طيبة. التفاؤل اولا. التفاؤل واحد، شوفي عموما دائما يعني انا اشوف دائما اللي يكون شويه مثل ما نسميه احنا بالكويتي يتحمق او وايد يعني بكي شويه، ها لا لا انا ما ابي اكل من هالمطعم لانه وسخ، ما ابي اكل من هذا لانه، خلي الامور بسيطة. اكلي وشربي وامشي كذي والامور طيبه. شنو اهم موقف صار لك في هذه الرحله؟ لابد ان في رحله طويله مدتها 60 يوم عبرت فيها 17 دوله وخلال قارتين بعد يعني مقاره. صح. واحده، لابد ان كان في موقف هو سيد الرحله، خلينا نتكلم عن هذا الموقف. يعني انا صراحه من المواقف اللي في وايد مرت عليه مواقف، بس يمكن الموقف اللي فعلا يعني راسخ في بالي ودائما اتذكره وصراحه ما فكرت فيه عدل وما يعني الا لما رجعت، اني انا في اول ليله اول ما اخذت سيكلي في ايران، اول ما طلعت مريت في قريه صغيره اسمها بوليدختر. القريه هذه عباره عن شنها شارع صغير وما فيها الا كم محل وكم مطعم وكذا. القريه هذه ما كان فيها مكان انام فيه الا في المخفر. يعني تخيل انه يعني حتى مخفر نفسي اي يعني يعني اهل القريه طبعا يعني خلينا نقول بعد جهد جهيد وصلوا حق حل ان امن مكان حقي هم، يعني هم كانوا خايفين علي
ان انا انام في المخفر عشان ما حد ياخذ لا ياخذ سيكلي ولا ياذيني. فقال لي تعال انت ممتاز يعني حتى الفكره وانت بعدين في مكان الامان ما اي مكان يعني الأمان. ما حد يتعرض لك اكيد بعد ماكو امان من المخفر. وايد حلو ان في مواقف كذي تصير في مثل هذه الرحلات النتيجه اللي تطلع فيها من هذه الرحله تجربه جميله تجربه مغايره ويعني خلينا نقول نادر ما انها تصير في مجتمعاتنا العربيه تحديدا. مو اي احد مثل ما انت قلت ببساطه ياخذها ويلا اخذ دراستي ناريه واروح اعبر قارتين، لا يفكرون ان فيها تجهيزات وايد واحاول ومثل ما قلت ميزانيه. نبي النتائج اللي طلعت فيها بهذه الرحله. تعديل الثقافة عند الشباب اليوم باستخدام الدراجة النارية عقب هذه الرحلة شنو تقدر تقول لهم؟ أقول لهم أول شيء أن ترى الشاب الكويتي هو إنسان، والإنسان الله سبحانه وتعالى حط عنده قدرات هائلة. الواحد بس خلي شوية ينبر ويكتشف، يكتشف القدرات اللي عنده، يكتشف أنه هو راح يكتشف أنه هو يقدر يتعلم لغات، راح يتعلم مهارات، راح يتعلم ثقافات، راح يقدر يتعامل. يعني انا ما اكون صريح، يعني ما كنت متخيل اني انا راح اتعامل مع هالكم الهائل من اللغات. يعني انا كل منطقه، كل 200 300 400 كيلو في لغه مختلفه، في ثقافه مختلفه، اكل مختلف. يعني انا مو من النوع اللي صراحه مو من النوع اللي احب والله اروح وايد مطاعم وكذا، بس يعني كملت جربتها 60 يوم كليت كل شيء الحمد لله، والحمد لله ما في شيء الحمد لله ما في شيء. هذا هو التفاؤل كذي، يعني لما الواحد يبي يسوي شيء خيكون بسيط وخيكون متفائل. دائما التفاؤل معناته انك تكون بسيط. ليش نقول دائما؟ لان كثر ما كنت بسيط كل ما حسيت بالقناعه باي نتيجه ممكن تكون حواليك او موجوده. احنا نشكرك عبد المحسن على وجودك معنا في برنامج شباب قول وفعل، وايد استمتعنا معك ونتمنى يسيرون على خطاك الشباب الكويتي. راح نروح معاكم مشاهدينا فاصل وراجعين نكمل فقراتنا في شباب قول وفعل.